ضغط في أول ربع ساعة، شفنا طبعا الهدف الأول جاء بالدقيقة 13 وأيضا الهدف الثاني بالدقيقة 15 حمل الحارس. هذا الهدف طبعا شفنا الهدف الأول شلون، هدف جميل طبعا، خطأ من الحارس، ولكن ما يميز المنتخب التاجيكي دائما التصويب دائما من خارج منطقة 18. أيضا شفنا الهدف اللي على الكويت أيضا من مسافة 40 ياردة تقريبا التصويب، فعنده تنوع في اللعب. شفنا في أول ربع ساعة هدفين لصالح المنتخب التاجيكي، وبالتالي فرض أسلوب لعبه، صار عنده أريحية في وسط الملعب. شفنا الاستحواذ، شفنا اللعب جهة اليمين وجهة اليسار، شوف تسديدة من مسافة بعيدة يمكن خطأ من الحارس، كان متقدم بشكل كبير لذلك ما كان في عودة سريعة. شفنا التسديدة بشكل جدا ممتاز، يعني كانت في متناول يد الحارس، لكن سوء تقدير من الحارس أراد أن يبعدها لكن ما بعدها بشكل صحيح. وهذا الحارس عبد الله من أول لعبة يوم لعبتنا مع المنتخب الكويتي مهزوز يعني، ولاحظت يمكن أعتقد إحنا كنا هنا وتكلمنا الكرة اللي هي برا يحاول إنه يستعرضها. نعم، وشفنا طبعا بكل أريحية يلعب الفريق التاجيكي، اللي ساعد أيضا انكماش الفريق اللبناني دائما يلعب في وسط ملعبه، أعطى أفضلية في وسط الملعب. شايف الآن، شوف الآن يعني ثلاثة بقى. يعني شوف 4-2 وفي حوزة اللاعب التاجيكي. هذا الهدف الجميل اللي سجله محمد حسن، هدف جميل حقيقي يحسب له، لعبها بالرجل اليسرى، يعتمد اعتماد دائما في الرجل اليسرى. أيضا هذا اللاعب نفسه سجل على منتخب الكويت من تسديدة مسافة بعيدة أيضا باليسار. الحقيقة شوف تمريرة، يعني ما كان هناك في رقابة واضحة، شوف اللمسة الأخيرة للاعب بشكل جيد بالرجل اليسرى، أعتقد هذه مهارة. شوف نوعية هذا التكنيكال جود تكنيكال صراحة، الجهة اليسرى على يمين الحارس. شفنا طبعا يعني شوف حتى اللعبة من رقم 9، دائما لو تلاحظوا عبد الله أن دائما التمركز بين 9 و10 وتفاهم، في تفاهم يعني كبير بينهم. نعم، شوف هني الفريق اللبناني عابه دائما الفردي، اللعب الفردي، ما يعني التصرف بالكره بالضبط بدون شوف فردي وتباعد اللاعبين، ما في تقارب بين اللاعبين. شوف 2-4، شوف يعني 5 لاعبين لبنانيين كفر عددية لكن بدون معنى. ايوه بالضبط، هذا يدلك الانتشار السيء للفريق اللبناني. بس يعني شفت اللعبه هذه وعبد الله، شفت الهدف بدايته من وين؟ من الفريق التاجيكي، بالضبط من نص ملعبهم، من نصف الملعب فعلا. وانتو اكثر من وانتو